طبعا نحن بالنسبه كفرع يعني بنتكلموا من الناحيه الانسانيه باعتبار جمعيه انسانيه اللي تواجه فيها المنطقه يعني مشاكل صحيه، طبعا باعتبار مرافق صحيه في المستشفى والمستشفيات ما تنعدم فيها الكوادر والاطباء والادويه والمعدات الطبيه كلما تفتقر الى هذا الكل. وطبعا بعد المسافه ايضا ترتب عليه بعض المتاعب حتى للمرضى، يعني باعتبار المطار مقفل ما فيش نقل، ما فيش طيران، ما فيش يعني وسائل النقل السريعه، وبالتالي المريض يتعرض حتى لمشاكل في الطريق، يعني هذه مشكله من المشاكل. الادويه غير متوفره طبعا، خاصه ادويه السكر والكلى يعني هذه بالذات الكلى هذه مشكله نعاني منها في أدامس، وهذه طبعا من الناحيه الانسانيه وفي حتى مشاكل كبيره يعني. فأيضا المطار باعتبار فيه مطار ولكن ما يشتغلش، يعني هذه مشكلة من المشاكل. الطريق البري أيضا فيها مشاكل وتحتاج لصيانة وبعيدة على طرابلس 650 كيلو، طبعا مسافة طويلة يعني خاصة بالنسبة للمريض، وهذا كله ينعكس على إنسانيا على المواطن في المنطقة بالكامل وأقدامس بشكل خاص يعني، فهذه مشكلة كبيرة يعني. ما وجدتوش أي رسائل جهات المسؤولة؟ طبعا الرسائل من الإذاعات ومن حتى رسائل المخاطبات الإدارية كلها موجودة يعني، لكن اللي عند توا في اللي يستجيب وفي اللي ما يستجيبش، طبعا بعض الأحيان يوفروا بعض الحاجات، لكن ما زال قاعد المواطن يعاني من الناحية الإنسانية والصحية في أقدام المسؤولة الاجتماعية. طيب يا ريت تحكي لنا على ابرز النشاطات التي يقوم بها مكتب الهلال. بالنسبه لمركز النشاطات اللي يقوم بها في كل نشاطات تطوعيه في الاغاثه في الشبيبه، شبيبه الهلال الاحمر، ويدير في مخيمات ودورات توعيه واعلاميه، ويشارك في جميع الانشطه اللي هي تاع الاغاثه ونتاع الانقاذ ونتاع يعني الاشياء الاجتماعيه كلها اللي في غدامس وحتى خارج غدامس، طبعا يشارك فيها كلها الهلال الاحمر. شكرا بارك الله. شكرا بارك الله فيك. شكرا، واسف انا ما بديتش على اساس شكر الاذاعه يعني، هذه باعتبار توجه لي سؤال، انا ما انساش شكر الاذاعه اللي فعلا جت من بعيد وهي ليبيا، اذاعتكم الموقره نشكرها جدا باسم الفرع وباسم البرنامج كلها، لان فعلا يعني قليل الاذاعات اللي تجي وتسجل الحاجات هذه والملاحظات، وهذه فعلا هي تنقل الصوره على ما يعانيه المواطن إنسانيا في غدامس، وبارك الله فيها، ونتمنى زيارتكم دائما بحيث تنقلوا يعني انشغالات المواطن ومشاكله الصحية والاجتماعية والإنسانية.